بالنسبة للشيخ لطريق الرياض كما ترى يعني بعد كل 100 كيلو تقيم في أماكن المياه، ولكن الإنسان يدخل وقت تيمم رغم أنه يعني بعد 100 كيلو يكون غالبا باستراحات فيها مياه، فهل يجزي تيممه؟ أي نعم، إذا دخل وقت على المسافر وليس عنده ماء. لا مسافر. نعم مسافر من الرياض المسافر. إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وليس عنده ماء فلا حرج أن يتيمم، لكن العلماء يقولون إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر، الأفضل أن يؤخر. وهل يحمل الماء يا شيخ؟ يلزم بحمل الماء مثلا؟ من العلماء أن قال يلزم بحمل الماء إذا لم يضره، والآن ما يضر في الواقع حمل الماء لأنه يمكن يحمله في جالون أو جالونين ولو في السيارة الصغيرة. يعني لو رفع قال واحد الأخوة خلنا ناخذ مع جالون، قال لا ما يحتاج. لا يا أخي أحسن أفضل.